كثير، الكبرياء، لعزة النفس، فنجانه هو الصبح. بالنسبة لي هي هواية ما مارستها كرياضة أكيد، وكرياضة رياضة ممتعة جدا وجدا مميزة وجميلة. بيكفيني انه لما بكون راكب على الخيل بكون مبسوط وماني خايف، بكون قاعد على ظهر الخيل. هو فعلا مكان مميز، مكان مميز ان كان بالوقفه او بالقعده، خليني اقول لك فيزيولوجيا مكان مميز، معنويا بيخلق لك حاله من الكبرياء عندك بتشبه الخيل. يعني بكل صدق بقول لك انا بالنسبه لي يعني ركوب الخيل فعلا حاله مميزه. تقنيا ممكن يكون خطير، معنويا كمان خطير، لانه انت اذا ما كنت ادى لهي الركبه بلاها من الاساس. بتخاف شوي. اليوم جربت ساندرا، كان اول مره هيك بتركب خيل بشكل هيك، يعني بعد ما هيك حاسسها كبرانه ومتغيره، حسيت ايه ممكن، يعني ممكن خليها تمارسها بيوم من الايام. نفس الدرجه على فكره. أهم حاجز تخطيته بحياتي المهنية هو حاجز الثقة بالنفس، أنك أنت فعلا توثق من أدواتك وتوثق من حالك تقنيا ومعنويا. صلب أبدا أبدا، الحمد لله. بالعكس كل يوم بتجيني أفكار التعب وبتجيني حالة التعب، بس الحمد لله دائما دائما بنتجاوزها بوسائل الشخصيه او بهيك شو الله انعم علينا، بس الحمد لله لهلا ما تعبت وان شاء الله ما بتعب. التنتين قراب لإلي كثير صراحه، باسل خياط، باسم ياخر، استاذ عابد فهد، محافظ الالقاب طبعا، سي من الاسماء الحلوه اللي بتحب تشاركها هيك بعمل او بمنافسه. تيم حسن، كل انا بشوفهم جميلين بس تيم وسيم جدا صح. قصي مثل ما هن بيحبوني انا بحبهم واكثر، هن اساس هذا الشيء اللي انا وصلت له، هي المحبه وهذا الدعم.